قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري من الثامنة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة وحق قبلة أركي عن لوف أما حاكو فشق ذلك عليه أرنكاس أيا نبي نبي حتى رؤيا في وجهه إلى وجه جيسا رؤى أركي كراهية وكراهية سنة أرنكاس فقام واستاغي فحكه بيده كعنتي سيوك حقي فقال وحأويري إن أحدكم متكين إذا قام في صلاته الوسطى وصلاة جيسا فإنه يناجي ربه صبوح لقوده يا رب جيسا وحأو أخينا عيونا رب جيسا يا أجواد ألنايا أو قال إن ربه رب جيسا بينه إساقا وبين القبلة يوجوغا فلا يبزغن أحدكم يوسن قطف متكين قبل قبلته قبل ذي ساجه ذي ولكن عن يساره لكن بدحديثه أطف بأي بنانتها بدحديثه مثلا ميل بنان وكل يكد كنال أو تحت قدمه أما عقتي سهوستي ذا بدحده ولبأه عقتميك توسي دلون أقرى ثم أخذ طرف ردائه نبقه قبطي كجب بؤيس طرف كيس فبصق فيه مركز عن نفتي قطفي ثم رد بعضه على بعض كذبنا مرضي أيه قيد كم إذا قيدتك لكؤلي فقال وحير أو يفعل هكذا أنا ساس السمينة دا سخيارة أفرا يعني إنه بلحظة قطفا دوس ورجل ويسو هاس وقطفا هدوس ورجل ويسو ومرضي سقطفا وكتر ترى إذا كفر المكا إنه نبك قطفا أما أرتي سقطفا قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة وقوع ركي عن روف قبلة درب جيدة فحكه كدمنا روح وغي ثم أقبل على الناس كدمنا ضدك يوسف قابله فقال إذا كان أحدكم يصلي دو يهمتين دكنايو فلا يبصق قبل وجهه وجه ساحق سيونا عروف تطفن فإن الله قبل وجهه رب يسوه جوغا وجه ساحق يسا إذا صلى مركو الدكان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة وهو عروفه أركي قبل هذا الجدار كذا فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لا صلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا وهو قوار كي حاكو أو قال بصاقا معلوف أو نخامة مع ديف فحكه وحق مركب طيب الحافظ ابن رجب وحليه في فتح الباري لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح بها قبل هذا حق إذا وربك على كاجرة أما هذه قبل هذا أقول لحياة معنه إذا ما يسنهين بويرين الصحابة النبي وكفهمين وحنهين معنه إذا صحيحة فيستفيدون بذلك وأرنك أصبح كفى إذا سنهين معرفة عظمة الله الله سبحانه وتعالى وينانتيس أي كفى إذ سنائين برشديدة وجلاله واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديهم وإجابته لدعائهم فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة ثم حدث بعدهم كذب وحسوك الرب لي من قل ورعه ضد ورعوه يراضي وصاء فهمه فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان مركا واحد إلهي النصوص تاوحا كم مقال يسمي الله بإلهي إنو ذاتا أجوه
كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم. مركا حديث كان وحو لما عنيها مركا آيات كأي حديث كورميسة معية إلهي سبحانه وتعالى حديث تاس أي لما عنيها معنيه ذماها إلهي وحو إذن لها يأذي يقبل ذاتا ساس ماها معنيه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال اخبرنا ابن شهاب باب حك المخاطي بالحصى من المسجد. حاكدي او لغا خوغي مساجد كو دغخنا لوغا خوغي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في جدار المسجد أي قارك فتنا ولا حصاة فحكها فقال لك حسوقة مركز وكفر فقال إذا تنخم أحدكم دون مكين حاقوضه فلا يتخمن فلا يتنخمن قبل وجهي ولا عن يمين يوصلوا حاقون لنا ملك تيسا يا لنا وجهي سايا ملك تيسا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في حائط المسجد أي وقارك حاكو مساجد كادر بيسا وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحطها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي من العاشرة قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ونن ألوتف مدكين هرتيسا ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة المؤمن في صلاة كجر فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال حدثنا علي المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحو هذا الحديث. أثر كان مركب محوس عليه وحوس عليي حدثنا الزهري عن حميد قد سمع سمع حميدا أنه سمع حميدا. باب كفارة البزاق في المسجد. يعني هذا يدعو أن روفين ومساجد كتف ومساجد عيدة كفارة سمحيتها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال الرسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة إن الغطف عنده في مساجك والدنب وكفارتها دفنها كفارة دون وحيتين الديوم مركا وحاكم وقانيس حديثك أصلا إن الأقولين إن مساجد كدعيدها عنده في الغطف هذي لعضون كفارة دون وحيتين الديوم مركا رخصة كما مقانيس أصلا أو قف مليه كرو إنه مليه كرو أما أم سورة جريس إنه يرد أنه إنه دمبابان ربا كذبنا أنا توبك يعني. معقول ما هسياس مركا هدي بعد عضو دن بياس وأم سايكين وعنوف رغطو في كفارد يدوها دفن جيد. باب دفن النخامة في المسجد مسالك إن دوغة عنوفتا. قال حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري من 11
قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامهم فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا لأن أمرك ميلك تاوحا كجو قام ملك ملك يبضخ لنا أو ملك يبضخ المرك وقفك الدكنا أيو دنبي وكقر الملك ويسقف لنا المرك وإلا ملك ميلك نواجه وقام بضخ نواجه ولكن هدر الله وحيته فإن عن يمينه ملكا وحا مركب باهي الوقبة قف كان دكان يا ملقي حسنات أقرأ يا لجو ولكن كي كان وكفق يا مركز مرحضين جرينين دنبي وصلاة الله يتكو سمعين وليبصو عن يساره أو تحت قدمه فليت فيدفينها بك ودوح يا باب إذا بدره البزاق وهدي عن روفت أي كسر دكتور فليأخذ بطرف ثوبه مردي سطرف كذها قاتل حسنته فقال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو قصان أنها دينة تاسعة قال حدثنا زهير بن معاويه بن فديج ابو خيثمه الكوفي من الصابعه قال حدثنا حميد انه تي رويه الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله فحكها بيده ورؤي منه كراهيه او قال رؤي كراهيته لذلك انه اركاس كراهيه وشدته عليه اركاس لبعي وقال ان احدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه وقال ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا مساس صمينا حق مركة قبلة عمروفت إن الله طفى حديث آد بيؤديه دي مركة ألمضو حيدهان صلاة إنه كجرة كلينا معه أما مساجد وكجرة مطلقا وحن لأقولين آداب تنا أن كمد أهين قبل هذا احترام كذا أما الصلاة ها كجرة أما يونا كجرة أما مساجد ها كجرة أما خارج في سجوغو إن هرتي سوء عن روف أطفى ممنوع سيدة درجة دخلية الحافظ من حجر البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي لتحريم أو لتنزيه وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من تفل تجاه القبلة من كي يقبل الله حقه عبد الوفد أطفى جاء يوم القيامة وحمانا يوم القيامة وتفله بين عينيه سقوا عن لوفتي سيئي اللبدي سيندو الدحليل قتال وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه وحال سو سارها يا ننكا قبلة عن لوفت أطفى يوم القيامة يضو عن لوفتي سي وجهه كسارنته وفي رواية لأبي داود من حبان من حديث صاب من خلاب أن رجلا أما قوما من بعض إمام النغضي فبصق في القبلة قبلته عن روف أطفين فلما فرق مركب لما يستسل دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لكم إنك آذيت الله ورسوله إن كان مردما يصلي إمام إذن نقوم بغيري مركا قبلة حق إذا أما صلاة الوجر أما الوجر عن روف أطفى حرام waa arkay masajidda gabalkood dareeshada ay ku leeyihiin qiblada xaqeed marka dadka aadaabti ma fahamsana qofkii xaq ay qabtaba qajac buu ku siinayaa qiblada xaqeed marka waxa haboon dadku haday aadaabti ay ku adkaato inay fahmaan masajidda qibladooda albaabada laga dhaxiyo ama dareeshada laga dhaxiyo kor loo qaado si ay ugu suura gelinin قفكي أن آداب توحكفهم سنين إني نؤسو رجلين وقبل هذا عنده فطف باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة إمامك أوضتك وعدية صلاة لما يستر تيدك وعدية وصلاة إني لما يستر عندك كلاهد الله هي قبلة شيء تانك إذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن زيناد أن أرجع عن أبي هريرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل ترون
ماركيسين قبلتيها هنا قبلتي هل كان إنا إقاح يكتف فوالله ما يخفى علي خشوعكم إذا قرسومي ماي والله إذا قرسومي ميسو خشوع دين يركوع دين إني لأراكم من وراء ظهري أنا أقول عن إذا أركابوا لي هاي دور كي يعني كذا الفيس قال حدثنا يحيى بن صالح أبو حاضيق من التاسع قال حدثنا فلاح بن سليمان من هذا إلى ابن علي بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم رقي المنبر قدم المنبر كفوري فقال في حدي في صلاة فقال في الصلاة وفي الركوع وصلاة كشك يوقوع ذا أرهن كان إني لأراكم من ورائي كما أراكم يعني من أمامي أنا وها إنك أركايا قذال كي قصيد يعني دين أركايا يعني هرتي إذا إنك أركايا أنت أسمرك والمذبح إليه وفضيل النبي أولها خصه الله بها فكان ينظر ببصيرته كما ينظر ببصره فيرى من خلفه كما يرى من بين يديه قذال كي سنك الجوغا وهو أركايا سيدا إنك هر جوغا وهو أركايا لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إن لا توصي أيه كره هذا لي وكو عديه ولما ذو حليه ما كان أفكي أكان صلاة دي سوحكها ليسنيهين وحا هبون أما حتى إني وككخل ديه قفكها دي وأركو وحا هبون إنه سي سهلا وحبو الشيء وحو صون قليل الإمام من رجب وحولي هاي الإمام أحمد بانين كو دبدو كذي marka ninkii wuxuu ka arkay markuu dukanayo mariihiisa markay dhulka qabalahayeen dhulka intuu ka soo qaado kor saartaa mariihiisa waxaan asalku ahaa mariihiisa haday la dukanayeen qofka ama ay la sujuudayaan inuu san mariihiisa ka dheebin sujuuda markii salaadii ay dhamaatay uu nin dhinaciisa ku dukanayay axmed intuu ku jeesto wuxuu yiri qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam idaa qaama ahadukum ila salaati فلا يكف شعرا ولا ثوبا ننك اكتي سكد كان ايبو هوس انت اقول لك ورك يو سدا سكوير النبي صلى الله عليه وسلم وهو اها مركو دكان ايو متكين مركو دكان ايو وهو النبي ويري متكين مركو دكان ايو يونا الالين تنتي سام مريس او انا ودي دينين للسجود ننكي كليها مقلا مركا امامك يعني كان احمد بن عيسى كنت كان ورك كل امام كي موسى ويرين وما له ان صلاه خلدت قصه ما يدي وانا تخلدنت ساسن ما بنانا امامنا ما نقول كرتيد مو كل من كان له هذا نينكي قال له هذا لاي اسغينا مقل مركاس هو فهمي ارغينا وكلابته اسكا عدي مركا ددك ان ترتيب واخ لوو شيغو ايا كهبون ان عنف واخ لوو شيغو انت اي كو قاتان ددكو موعدده معان او سهلا ايا كبار انت عنف وحكو يالان عنف انا وحكو يالان او ادك نين حرم كمدينة وحكو اخر جير وليه جير اي عضية السالم اهبين وحو ييري وداد باهل كان كتك مدينة مركا حرم كو وحو اهدي عمر مال تولا او بادي كو تالا يا مخرب كو قبصة دي بول مركا وصل مشاهدك كل احد سالك مركا مخرب كيلا دوك هذي ayaan oqday oo jilbaha laga hayaa intuu ulshii soo dhaweystay oo uskaday wuxuu yiri yaa rasuulallah wa hogaa istaag way marka aan ulshii intuu qabsaday oo istaag tagay oo yaa rasuulallah markaas aan ninkii intuu ku soo istaag oo yiraahdo mushriga tahay salaadadaadina waxba kama ansixinin diinkeena ka baxdo markaas uu shii intuu la baxay madaxa qaq uga siiyay ninkii oo isaga tagay nin qaadi ka ahaa madiino ibn muzaxim la yiraahdo wuxuu leeyahay atiya sanadkii dambe umro u soo baxay markaas uu meeshii soo maray markaas uu masaajidkii ku dukaday markaas uu odagii masaajidkii ku dukaday markaas uu markuu istaagay uu yaa rasuulullah markaas intuu istaagay uu shii u soo qaftay oo markay ushii uu qabsaday oo bannaanka ula baxay wuxuu yiri ma sha Allah tabaarakallah adiga nabiga waa jacasha markaas uu yiri haa waa jacalahay markaas uu yiri nabiga waa jacashahay nabiguna wuxuu jecel yahay ilaahay in la baryo ee aan bashar la baryo marka haddii istaagu kugu adkaado
يا الله له يرميشي يا رسول الله كدهيسي مركاس و كنت الله كو هاجاجي الله كو صحوان يلا يا ويادك. باب هل يقال مسجد بني فلان ما لديه كرام مساجد رير هبل مركاس مساجد الهي رير هبل مالها مركا إضافة سوى بنانتها إضافة نوى تمييز يعني كالصار مساجد مثلا اسكو مالكو يا لا يا لو كالصار يا معها مساجد كإن قرر لها مساجد إلهي بايلة وأنا المساجد لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق روتر ترسيني بين الخيل التي أضمرت فرده لإضماري من الحفياء أي كسو ترتنسيي وأمدها ثنية الوداع نهاية ذنا ترتنكو كل ما نينا وماشى ليرادو ثنية الوداع ومن لبا كيلومتر عمل سجرته وسابق بين الخير وهو ترتنسي فرده التي لم تضمر أن لإضمار من الثنية ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق إلى مساجد بني زريق اللي يراهدو مساجد حرم كله هاجرين بريو هرين واجرين كل بهذا يعني لبا بأشي مساجد كله حرم يعني لبا كيلومتر عمر بوها. وأنا عبد الله بن عمر كان في من سابق بها وهنا عبد الله بن عمر ذات كتر تم فرضها سكمد أهل إضمار كمركة أقوية هي فرضها لدون هي إني سوى ناسان دقال دقوة قيب قلان أو سوى ناسان أوردان يا مركة هر أدلو عالفين هيا هنا بضم بالسين هيا أدلو سين هيا مركة أد أبورتان وشغائي قاني وكل بعربتو يا بوري عريري اللي قلين هيا رغم نقرك على قصارة هيا وندان والوية رين هيا مركة سي لف مايا مركة جيركو دا أد سوق بسان هيا حوق بيالن هيا مركا ترتن كأي أرك أي كف بدينا ينكو أن لا إدمارين مركا كوي أن لا إدمارين فترة أردنا ما مسافة أردنا كوا كلام مرد كرنا باب القسمة قيدة وتعليق القنو في المسجد هي مساجد ك لام تمرات كإن للسورة. طيب عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوري بنك أهو مالا لغا مجرين مالك النبي قوي ماذا وأه زكوات أما في أما غيمة خمس كيدا مالك يدتك أي قايتان قيده بك على يدتك الضغالامي سألك على لغا جرين حديث كان مركا كما تالو تعليق القنوي لكن أبواب البخاري سيدة بضان أحاديثه وكلماما أنشدي سوا فقصني لكن حديث جرتا حديث باجر مركا رها هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل حائط بقنو يعلق في المسجد وحاو أمر النبي بار كستبا مركا يباره صوبه آن إن وقف كستبا بار لأولان تميريد مساجد كسوس سوره وأي كفا إليستان أصحاب الصفة. قال إبراهيم النخعي عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين نبي قال يا مال وحلاكين البحرين فقال أنثروه في المسجد مساجد كوي عيوني وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقونا أهاي مالك غبضنا ورسولك الله كان صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة رسولك صلاة أصابها ولم يلتفت إليه من أصاب في إيرين مالك ماشى رسوله فلما قضى الصلاة مالك صلاة أولما يسترتي جاء ويمد فجلس إليه مالك وأكفر يستي فما كان يرى أحدا موسى أركين قف إلا أعضاه وحبوك سيناء مالك إذ جاءه العباس عباس ويمد عليه الكيس فقال يا رسول الله أعطني حقسي مالك العقوي ذهب كصميسا فإني فاديت نفسي وفاديت عقيرا مالنتي بدر خرش أقبح لي مالنتي بدر ونفسي إذا نوافرتي عقير بن أبي طالب بن وافرتي خرش بعنا إقالي وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقت قال
ثور وكبر ما يمال في غزوة بدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كير خل. قال فحث في ثوبه مردس مركا كشبتي ثم ذهب كدبنا واستاغي يقله سي أقاط مالكي فلم يصدق وكري ويمر مردي بوحيه أو الذهب كب بوحيه. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. أمر ذلك كان ناشف فلي قيل كم إذا يقرئ وقاضان مالك. فقال لا ما يقرئ ولا قاضي ما يقرئ أذي قال يا قال فارفعه أنت علي يقول كي قلت هاي أذي مرك قرئ سالم. قال لا ما يقرئ سالم ما يقرئ أنا سالم ما يقرئ. فنثر منه مرك أصحاك كدادي مرضي ذهب وكبوذي ثم ذهب يقله كدبنا وحسودين وقرئ قال. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه سنحو لا يقضى به ثم احتمله كثير من الدبر كنصارته ثم احتمله قاضي فألقاه على كاهله وهو صارته قرب كنصارته ثم انطلق كثير من واهتغي. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره كما أوسنزول النبي إنه أركيس الرأسين حتى خفي إلينا إلى أنك قرصومي ووحو لي أبنى إذا ذلك بضان وأن عادق أهلهم مالك كل حين أرونتيس عجبا من حرصي سوى لي أبنى مركا حرصي سأي ذلك زائد. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم رسولك كما استاقن يضا ما يشاس هل درهم أويا لو درهم أكوهري كله أقيبين كما سوينا حكام قادة ضدك ورن المطيب. باب من دعا لطعام في المسجد ننكي مساجد كدد جوغا ونأبويري يوما أجاب فيه مساجد كدد كجوغي دد كجوغي وأجيبي ومساجد كأي وجوغي رهوا إيماني مركا تاصل لقو بماءها يعني كالا يعنى جرت دد كين مساجد كجوغي وهو إيماني ماءها من لقو الكلام ومساجد اللودي ذا ماءها وهذا الإسكال طبيعي أما مباحة هذا الآن قيمة لهين يعني أقولين مركا هذا كان هذا اللوبة هي هواي marka in la yiraahdo isu kaalay cunna jirtay waa aqbalnay waxba kuma jira. qaal hadathana abdullah ibn yusuf qaal akhbarana malik an ishaq minni an ishaq ibn abdullah ibn abi talha anna sana ana santal wajadtu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil masjid sajika ya nabiy ka helay ma'ahu nas sawadat ila joogan fa qala li arsalaka abu talha ma waxa ku soo dira abu talha qultu na'am qala fa qala ta'am an-nabiyuna كولا صادري يعني قلنا إن النووي يرتمي من كولا صادري قلت نعم. فقال لمن معه كيري قوموا كل صباح فانطلق وانطلقت بين أيديهم أنا هنا أهرك عبير أهر صادي مركا وحي رأوا أنه سمي مطلح يالو ليسو تغي كدبنا إلهي وبركي وضك يمد وردن ويكو أهد. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء مساجد إن قضاء قصة ميكرو ضد كارو خصومات كود الوكا لصاري كارو إيو هوينك إيا رقا إسهيستان مساجد كإن إسكول لعان كارو مركات أصوى بنانتا مساجد كإن لو فريستو قضاء قادو مساجد كو فريستو الهربا مساجد على فريسة جري قضاء إيو لعان كإن مساجد لكينيكا. قال حدثنا يا خيار من موسى البلخي من عاشرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجل قال يا رسول الله أرأيت رجلا إيغا ورنين وجد مع امرأتي رجلا هو إنتي سا سواني لجوه أركي أيقتله مديلا هيا قصدي الإيراد وإمام وضوطا فترى أنا في المسجد وأنا شاهي وليس سهل بن سعد مسألك أي أسكر العينين أني قو جوغي. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء هذه أبري صغر ما وهو كد كان يا ماشو دونا او حيث امر اما ماشي لو على ما يقول امر يكد كان ولا يتجسس جادوس نمنا سمين ما يقول قد حديث كان هدو قف غوري غوري سو بو يرو او غوري سي او يماد او دونا هيو انو غوري كد كان مثلا اما راتب دكان هذه اما دحاله جوغا مثلا
ما وحو كدو كان ماشو دونه مش ماشي إلى أمرين لابد جائز بايان ماشي إلى أمرين وماشي عن فريستو وده دوكان إذا ماشي كدو كان ويالي كرا مال مالها سكفو غين وقفك بوري غلاء لبقوه جرين وكدو ككرا لكن تجسس مصمين انتفيري حقين كدو كذا قول كان فيرنا كدو كذا ميل تجسس وايت اسمع وحا قالوا لبي قادنا هي دهن علماء غورغا حدو قف سو غالو ميل ورب انو ايش الله راوين اس صوره قال اه ونوع تجسس ان يدو قديد اي تحاي وحا دا كرت ان ايش سو كدعو وح هو سن جعلين قفك غورغا له ان لغا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن محمود بن ربيعة عن أتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله بوري سأيوه من أتبان بن مالك مركو فقا إن ليه سكشكي يو نبي وفو قد البيت إنه بوري أوي ماذا مال وعلى مايو فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك إن حقيت جعشها إن الكرود كذا بوري هذا كميرا قال فأشرت له إلى مكان مركب وحنو إشار إليه مال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه وصلى ركعتين لا بركع يوم بكم باب المساجد في البيوت كريها مساجد القسم يعني كوري جيسا لحد يسوى مال قفك على مينا أو رمو إنه كد كذا أما هو أنت يكد كذا أما إنه يكد كذا ويكد ككرا لكن أحكام مسجد ملا ونجاس لغما إلى لك رب أما قف حيث قبتا اسكما دوريسو أما قف جنابا قبتا اسكما دوريسو أما مصور جلسان نقو اعتكاف وصميسا كرقف مال مركب كد كذا لكن أحكام المساجد ملها وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره جماعة أيون كد كذي ومثلا مركب ظروف أي إماته ما شاء الله كد كنا جماعة لكد كنا ذات الدك دقان كأيان كد كنا لكن أحكام المسجد ملها قال حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير من العاشرة قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن أتبان بن مالك وكان وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار وكمل بها صحابة رسولك وأن منك كقيل قال بدر وأنصار يكمل بها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إيمد فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وعن إنكري إبنهيك وأرقي نواء إسلامي كدبنا ستة سوء من الربيالي رضي الله عنه وأنا أصلي لقومي أن ونوحا دجيا تركي فإذا كانت الأمطار مركي وحوبي مالو سال الوادي الذي بيني وبينهم وحاسو أنا يا وادي أنك يا نولحي لم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي به مكرا يمرك إن المساجد كوريتا وان دجيو ووددت وحان جعل يا رسول الله أنك تأتيني إن الإيمة أضيبه فتصلي في بيتي يمرك أقولك إذا كدكتو فأتخذهم مصلا وكدمنا أن كسم يستو أن كدكتو ميلا كدكتو قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله أركز وصمينا يا وييلا ما لنج معه أركز خد البيت روايات قبل ليهين كدبنا مالتي سبدق ونبقو تقي قال أتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا سوك الله وقولي سوك سوك الله وأبو بكر حين ارتفع النهار مكي فراد وقرأ سوك عضي فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له ومركا رسولك وإيا إذن ضلبين ونواؤوا إذن بي فلم يجلس مونا فريسا حتى دخل البيت إلى قولي وكسوك علي ثم قال كدمنا وخوير أين تحب أن أصلي من بيتك حقيت جعشها إنا نقول قد أودك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت مركا ميال قولك كم دائما إشارة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إستغي فكبر وتكبير صدي فقمنا فصففنا نكون والإستغني وصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه وهنكو حبسنا على خزيرة خزيرة نوع نظر كميدة وايد يعني حوية هي بان تالا كاريو كانت دي بخلو شبه يا مركا نقنا هي يعني صار هي بلو كاريو كاد دينا هي البلهين وحالي رأى عصيدة
هذه البلدانة وخزيرة صنعناها له. قال فثاب إلى البيت رجال من أهل الدار ذو عدد وحا قرية سواء دولي مركا مركي اللي النبي قولوا يمد قرية أتبان وحا قرية سواء ذي نمن حير حافظة كمدة ذو عدد وترال فاجتمعوا كل من فقال قائل منهم مد كمدة إنما كيروه يري أين مالك من الدخيش قال يرى مالك ابن الدخيش آوي أو قال ابن الدخش ابن الدخش آوي أنا كأي أسوء جوابها يعني. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله إن قال صلى منافق جعلين الله يرسول كيسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك أنا قال صلى الله عليه وسلم ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ميادة نركي بيرين لا إله إلا الله ليه يسوى وجه إله إلا الجيدة وإيسان كأهين نفاق مركا يعني وانا مال انتي بدر نكا قيب قلي ووليبا بعض الناس سوق فعلي صد قال الله ورسوله أعلم إلهي رسوله سوء وقال بدر قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين أنك وحان سكو أرغني أنكوته مني وحان أرغني وجهي سا إيا نصيحتي سمعين كفران تا منافقين ووجه للي هاي وتلوين سيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مركضتك قبل واحد سكجر الشيكة اسكف فرانتاي ودتك مارة غفل با على قال سميسنا سكجر مركض سداس أي دبع عدي سوئي هذا نفاق كما إيسان أهين رضي الله عنه. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصارية وهو أحد البليسان وهو من سراتهم ملخذ دون كمدة هاي بذلك أرقاص أول رميي قصة داس إني صدا أقول عضي أتباني بن مالك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره إن مدكتال استعمال المساجد فقلتان كيسائية مالك لأقيمة لأم شرفا. وكان ابن عمر وهو يبدأ برجله اليمنى إن وكب الله ما يلوكتي سمدكتال فإذا خرج مركي وكسابهان بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم وأشعث ابن أبي الشعثاء من السادسة عن أبيه أبي الشعثاء سليم ابن الأسود المحاربي من الثالثة عن مسروق ابن أجدع عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله شأنه سلمان في طهوره طهارة ليس وترجله شأن ليس ليس وتنعله يقبى حرش ليس. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلين من لا فقهيا مشركين تي جاهلية قبور تولي ويتخذ مكانها مساجد اي مكان ما لقى سميسنا يا بوس كيدا مساجد ارنتا سمركا سلاس متها سلاس واي وان جائز واي تتكي مشركين تا هو جاهلي بالانتاي أما كفار حربيين أو وقت كان لنتي حرمة ملاه نرشود لفهد رحمة ملاه انتلا سكب ضحيه أيام ماشي لقب ضحيه شقك على الوقف سكر من مساجد على قد سامع على الرئيس لكن سدا عكس جيدا وحاء أين مر نصور الجلين إن قبور تود لفهو أم بيدا يرسوش المؤمنين لكن سدا يضعه قبورته على فجيه مع ذلك مسورة جليس إن مساجد لغفر لسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنك وحي أطالة بابك بالله جيسا هذا الككوية لمفهوم كيس أو أه وحال باقي يلا ضدك أنبياء يرسوشا هي مؤمنين قبورته وأن لفجيه لكن مساجد لغفر لسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان النبي أو قيسى لعن الله اليهود إلهي هل لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد وهكذا بيستان أنبياء قبورته إلى مساجد إيه وما يكره حال كراهي استوى من الصلاة في القبور قبور إن الود كذا. ورأى عمر أنس بن مالك وهو أركى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبره سوى قبر أكتيز كنت كان أيوه مركز المنور كهين أيوه أركى
فقال القبر القبر قبرك كان فوق قبرك كان فوق ساس كبير يعني معناه هذا حتى مركا الصحابة وحي قابين أرهن قبر إيا صلاة إني نقول مين مركا قبر إيا سعر القبر إيا سعر كبير يعني وسؤال اليوم القبر القبر ولم يأمره بالعادة لكن مصنع من صلاة دين وسؤال اليوم مردي وصوك قري سواء ماشي إني قبر تهي أنا سكور قبين قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام يحيى عن هشام يحيى صوري قضان عن هشام ابن عروة قال أخبرنا أبي عائشة أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة وحي شيخ كنيسة رأيناها بالحبشة أيكو أركين فيها تصاوير أي تصاوير أيكو أولي فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وشيخ فقال إن أولئك كواس إذا كان فيهم الرجل الصالح دو كجيرون ونفسا فمات أوجه بنوا على قبره مسجدا وهي قبره سكر رسائي مساجد وصوروا فيه تلك الصور وهي نقول صورين أي صور تاس ضد كاسمك أيوينين أيان إليه فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة هو سوى خلقك هو شرط بضان يوم القيامة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وحن صامر نبرد ودرس هوري مسدد عن يحيى يحيى اسمرك بعض الاخوان يحيى بن ايوب له لكن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مدينه اي النبي سو غار فنزل وهو دغي اعلى المدينه ما يشكر هذه المدينه او منطقه محافظه قباء في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قبيلوا هذا الجنة مركا ليراد بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة وحقود أحد يوغا مركا فريل طبن هبين ثم أرسل إلى بني النجار قبيلة أنصار تكمل بني النجار ليراد وفرتين فري فجاءوا يمادين متقلد السيوف يغو أي قربه أسارين سيفه كأني أنظر أحد من دولي أنسنا فيرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته سوى هشي سي سارا وأبو بكر هدفه أبو بكر من قلال هشك سارا وملأ بني النجار حوله نمنك بني النجار ملح دين أي دمع يد النبي كم صعدان حتى ألقى بفناء أبي أيوب إلى ونبي ألابتي سي كدقاي أبو أيوب بريس بنانكيس وكان يحبه ونجعل النبي أن يصلي إنه كدك ذو حيث أدركته الصلاة ماشي أي صلاة دكو قبطي ويصلي في مرابض الغنم وحوك دكاني أرقم مالها لقبية سي أو لغو هرمك بيها لسينا مرابض الغنم وحلمد معاطن الإبل مركا أرقم ماشي لغو هرمك بيها لغو سيو مرابض يا ليلة هذا قيلة ماشي لغو هرمك بيها لغو سيونا معاطن مركا أرقم مرابض بيس أيوك دكجري وأنه أمر ببناء المسجد وحرون أمر المسالك إلا بسوم فأرسل إلى ملأ من بني النجار مضح بني النجار أيوه فرتين فري فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قوف كينا ما يشو قوف إيه قوف خراب إيه قوف كينا إيغالا حاجوذ العكتيس ساسوكي العكتات كقديسين قالوا لا والله لا نطلب ثمنه ثمن تسمى الدونين إلا إلى الله إله أكتسى أيان لقلنا إله أكتسى كالدونين فقال أناس فكان فيه ما أقول لكم وها مركا قوف كاسكو أولا يوحا نبين شيء دور قبور المشركين ضد مشركين قبورته وفيه خرب إيا للخراب وفيه نخل إيا تمر قيده الملك يلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين نبي روح أمر قبور المشركين تفنوا بشر وعلى صوفة غي ثم بالخريب فسوية لكي خراب كأهانا وعلى السنسيني وبالنخل فقطع جيدي تمرات كان وعلى قوي فصف النخل قبلة المسجد سألك قبلة سأيكو صفين جيدي تمرات أي قوي وجعلوا عضادتيه الحجارة الباب كالبدي سألنا عنا لغسيو قلايونا وهي كان لغين دقاح
وجعلوا ينقلون الصخرة وحين بذا قالين إني سوق ذاين لقح وهم يرتجزون يدو رجزايا يعني الشعراية والنبي صلى الله عليه وسلم معهم نبنا ولجوه وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر ساسو نبي صلى الله عليه وسلم رجل كاسو الآخرين إلهي يو خير مجر خير آخر موغي إلهي يودن بلاف أنصار المهاجرين باب الصلاة في مردد الغنم قال حدثنا سليمان المحرمي قال حدثنا شعبان بالتيار أن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مردد الغنم ثم سمعت بعضه يقول كذبنا وحان مغلولة يقول صور لها كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد وهو إن كنت كان أي غنم كأرقى ما له لقب يسيو انت المسجد كالرسم وحاول إياها الإمام البخاري مركو شرحي الإمام المرجب حديث كان وحاول إياها وجد بخاري كراهة الصلاة بين القبور وإليها إن قبور لحظة الود كذا أما حق قبور تالود كذا واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام وهنا أرهن كاس أدل للشذي مساجد يا قبور ليسجي ليس من شريعة الإسلام إسلام كشريعة سيدين تسعين سنة كمدها بل من عمل اليهود شقد يهود إن كمدها وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أرن كاسنا النبي قال كل عن اليهود وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث وهو قرآن تسيي وحاو تسيي حديث وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم وحيدهم هو أرن كوذوات كاذي لنتخذن عليهم مسجدا وحاك قرن سيد دونا نمكر إركهف مساجد فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور وهو إلهي كالدقائي ذاتك دونه أصحاب الكهف كركو ذئيني كالدقان مساجد ذات حق استعماله يقدم وذلك يشعر أرنكاس نوح وغيسينا يا بأن مستنده أرنكاس وكثير سيهينه يهي القهر والغلبة واتباع الهوى وحكو صاحب سن حوق وهذا انا حوق اقول لسانه هذا انا شرع الله وثيري احبض اقول لسانه يا حوق ليس من فعل اهل العلم والفضل كم اذ معها ضدك علمك يا فضلك اهلك او فعل كودا المتبعين راعصا لما انزل الله على رسوله من الهدى رسولك الهي وحي وكسو الدجي الهي وهنوك وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها قبور لود كذو شر كراهي استي أما لحد إذا لود كذو فإن كانت القبور محترمة هذه قبور محترمة أي تاي أجتنبت الصلاة فيها إن ماشى لود كذو ولقى فقانا ياها وليس كين مايو صلاة إلى قبور وإن كانت غير محترمة هذه قبور أن محترم أهينا كقبور مشركي الجاهلية وكالواي ونحوهم يا وحلا مذا وممن لا عهد له ولا دين ضد أن عهدنا لهين لمن أنه قبور تودع كفار حربيين مثلا فإنه يجوز نبشها ومركا بنان إن لفقوا مركا وحوليه كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم ممن لا عهد له ولا ذمة قف عهد له قال هدوه أنت وقبره سلام فقك دو أهل ذمية هنا لما فقك يا وحلا فقه يا وممن لا عهد له ولا ذمة مع المسلمين فإنه يجوز نبشها قوى مركا إن لفقه أن لهين عهد جيد مضى أو أحربيين تا وجائز بوليها ونقل ما يوجد فيها من عظامهم وحلفوه ذانا ماشي إن لقفقه والصلاة في موضعها مركان ماشي لقد كذو فإنها لم تبقى مقبرة ولا بقي فيها قبور وايو مركاسنا قبور ماشي معها مقبرنا كما ايسان باقي النقن ولقى وريجي قبور نمدي مركا حديثتي خصاب سنة بابك يواد اذكياني والإمام ابن رجب في فتح الباري جزكا سدحات صفحة لقى بالله بقول إيساقاشا يسدح إلى
إلى الله بقول إلى أتني كوب وجارسية بحدي قاس مركا ومسألة هل الأئمة أي ماشى أستمرين حديث النبي نصيحة وعد واحد سمايا مركا الدين كما سمايا حب بكم سمايا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.